بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. بيعاني بعض الأشخاص من عوارض نفسية مقلقة ولا سيما في أماكن العمل. ليش؟ لأنه هود الناس بيشكوا بإنجازاتهم الخاصة. هود الناس عندهم عوارض نفسية بتخليهم يشكوا بمواهبهم، قدراتهم الشخصية والمهنية بشكل دائم. والمقلق في هذا الموضوع إن هود الناس عندهم خوف مستمر وغير مبرر من إنه غيرهم حيكتشف أمرهم بأنه هن عاجزين عن القيام بالإنجازات. حقيقة هود الناس عندهم عوارض نفسية دائمة، بيعتبروا إنه زملائهم في العمل يوما ما سيكتشفوا الأمر بأنه هن لا يتمتعون بالقدرات والإمكانيات الكافية للقيام بالمهمات والوظائف الموكلة إليهم. غريب هذا المرض، هو مرض نفسي معروف بالإنجليزية باسم Imposter Syndromes. هن إنه المريض بهالحالة بيشعر بأنه هو نسخة مزورة عن نفسه، وأنه ما يقوم به دائما هو عبارة عن مجموعة أعمال غير حقيقية، بالرغم من وجود أدلة كافية بأنه أعماله حقيقية ومنتجة وفعالة. والأكثر من هيك أنه هؤلاء الأشخاص بيعتقدوا أنه نجاحاتهم الخاصة والمتكررة أحيانا هي تعود إلى الحظ والقدر فقط، وأنه هي نتيجة وهمية أحيانا الناس بيتخيلوا أنه هي حقيقة نتائج فعالة. أنا مني طبيب نفسي ولا يحق لي أن أعطي النصائح الطبية، ولكنني سأفصح اليوم عن سر شخصي في هذا المجال، ألا وهو أنني لم أشك يوما بقدراتي الشخصية والمهنية، وأنني كنت ولا أزال مصمما على تحسين تلك القدرات إلى ما لا نهاية. فرجاء ما تشكوا لا بقدراتكم ولا بأفعالكم ولا بوظائفكم ولا بنجاحاتكم. لابد من الإيمان أن أفعالك هي حقيقية، وأن النتائج اللي عم تحققها في العمل هي أيضا نتائج حقيقية. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.